نشوف الخطوة اللي هتبقى بعد كده مع بعض ان شاء الله بإذن الله، ونشوف احنا هنعمل ايه. زي ما قلت لكم يا جماعة، حافظوا على السمك انه يخش له اي حشرات. احنا بنحط له الاكياس كلها دي علشان امان وحفظ ليه، لان طبعا بيطلع له ريحة زي ما انتم عارفين، ما يخشلوش اي حشرات، لان الحشرات دي هي اللي بتفسد ايه السمك لا قدر الله. واشوفكم ان شاء الله على خير يوم الجمعة. ورجعنا مع بعض تاني بعد مرور 5 ايام، بس انا للامانة النهاردة السبت، لان المفروض امبارح الجمعة كنت افك الفسيخ بس ما فضتش خالص. فاحنا النهاردة انا السبت هون الساعة 9 الصبح، فايه فانا هفكه وهوري لحضراتكم، بس افك الاكياس اللي عليه كلها، لانه طبعا قايله لكم ان انا عاملاه في اكياس كتير كتير كتير، فانا هشيله من الاكياس بتاعته، وطبعا هيكون منزل ميه، هشيل الكلام ده كله وهوريه لكم هيكون شكله عامل ازاي. انا قلت افككم مع حضراتكم عشان تكونوا معايا خطوه بخطوه يا جماعه، عشان المصداقيه. اهو ده الفسيخ اللي احنا عملناه مع بعضه، بس افككم. بسم الله. طبعا القماشة اتبلت مطرح المية اللي نزلها السمك، هتبقى ايه صعبة شوية، بس هنفكها ان شاء الله اهي. وزي ما قلت لحضراتكم ان السمك بيبقى ينزل مية كتير. اهو اهو يا جماعة ده شكله، طلع واحدة مع بعض اهي، ما شاء الله. شايفين يا جماعة منزل مية قد ايه؟ دي الشرشة اللي انا بقول لحضراتكم عليها ان هي دي اللي بتملح السمك، وما عادش في يعتبر في الخياشيم بتاعته ملح خالص. فانا هعمل ايه؟ انا هنضف الملح ده خالص، وهشيل هشيل من عليه الملح وهشيله من الميه دي، وهرجع لحضراتكم عشان اوريكم الخطوه اللي بعد كده، انتظروا. خلاص كده انا طلعت الفسيخ من الميه بتاعته، وفضيت من خياشيمه الملح كله، وشلت من عليه الملح، وزي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله هو اخد كفايته من الملح. والملح يا جماعه اللي احنا بنشيله ده هو خلاص كده بعد مرور الوقت اللي انت عايزاه. الملح اللي بتلاقيه زياده بتشيليه، لان انت لو سبت الملح في الخياشيم بتاعته هيشرش السمك ويخليه حادق جدا، واحنا بنحبش الفسيخ حادق. وزي ما قلت لحضراتكم يا جماعة الملح ده أذواق، والفسيخ يعني ناس كتير بتملحه بطرق مختلفة كتيرة جدا، بس دي طريقة حماتي الله يرحمها، وانا متبعاها بقالي من يوم ما اتجوزت، بقالي ايه 21 سنة، وبناكل ما شاء الله احلى فسيخ ممكن تكلف حياتك. الخطوة بقى الأخيرة اللي هنعملها في الفسيخ اللي بعديها إن شاء الله، بعد المدة بتاعته هنبدأ ناكل منه، إن أنا أحطه في كيس نظيف وأغرقه زيت. الزيت بقى بيعمل إيه؟ هو طبعا إحنا في السقعة، إحنا في شهر واحد لسه، فالسمك ناشف معايا. إحنا لو في الصيف هتلاقي السمكة طرية زي ما بيقولوا عليها إيه، زبدة كده قشطة، فإحنا في السقعة والجو تلج جدا، فالسمكة إيه ناشفة معايا. فإحنا نعمل إيه؟ ودي برضو بعملها سواء كنت بملح في الصيف او في الشتاء، هحطه في كيس نظيف وهغرقه زيت. نشوف مع بعض الخطوة دي. انا جبت كيس نظيف زي ما حضراتكم شايفين كده، هبدأ ايه بسم الله الرحمن الرحيم ارص السمك بتاعي فيه. بسم الله. السمك ما شاء الله ريحته جميلة جدا زي الفل، مفيش فيه اي حاجة. هغسل بس ايدي. بصوا بقى، هنجيب زيت وهنغرق السمك بيه، حط كمية يعني كويسة زي ما حضراتكم شايفين كده. انا هحط حوالي يعني ايه كوباية ويمكن اكتر كمان، على قد حجم السمك بتاعي.
لان السمك بتاعي كبير انا حطيتها. خلاص كده زي ما حضراتكم شايفين كده، انا حطيت كمية زيت ما شاء الله عليها. هربط انا الكيس بتاعي زي الدور اللي فات، وهحط كياس في كياس في كياس. وهعمل برضو زي ما قلت لحضراتكم في الخطوة الاولانية، ان احنا هو النهاردة على الوش ده، تاني يوم اقلبه كده، او الصبح وبالليل يا جماعة، احسن حاجة الصبح وبالليل. انا هسيبه في الملح، يعني هسيبه في الزيت، اسفه لان انا طبعا شلت منه الملح، هسيبه في الزيت ده لمدة 10 ايام، يكون استوى معايا خالص، يبقى جاهز للاكل. يعني هيبقى مدة التمليح بتاعته كلها 15 يوم، 5 ايام في الملح وعشر ايام برا الملح، يكون السمكة بتاعتي استوت خالص وكل جسمها اتملح وبقت جاهزة انها ايه تتاكل باذن الله. فانا هخلص هربط ان شاء الله حاجتي، ونشوفكم ان شاء الله بعد ما الفسيخ يخلص، ساعة ما هنيجي ناكله باذن الله. انتظروا. معلش يا جماعة انا عارفة ان الفيديو هيبقى طويل شوية، بس علشان المعلومة توصل للناس اللي لسه مبتدئين اللي ما بيعرفوش الفسيخ بتملح ازاي، سامحوني. احنا اللي هي خلاص احنا فضينا منه الملح وحطنا عليه الزيت وربطناه كويس قوي، وزي ما حضراتكم شايفين انا حطيته كياس في كياس في كياس، كلها نظيفة غير الاكياس الاولانية خالص، الاكياس الاولانية انا رميتها، وربطته برضو برباط داخلي وده الرباط الخارجي. زي ما هكرر تاني، خلاص احنا العشر ايام اللي هيبقوا ان شاء الله التانيين اللي هم بعدها ناكل الفسيخ على طول، بكرر يا جماعة لازم الخطوة دي. انت النهاردة اهو انا الصبح الفسيخ على ظهره اهو، بالليل قبل ما اخش انام هجيب الفسيخ اقلبه على الوش ده، خلاص لمدة 10 ايام الصبح وبالليل نقلب الفسيخ مرة على ظهره ومرة على وشه، علشان يا جماعة برضو الزيت هينزل تحت السمكة مش هيطول يبقى فوق. فاحنا نعمل ايه؟ نقلب كل يوم الصبح وبالليل السمكة على وشها وعلى ظهرها على وشها وعلى ظهرها. وان شاء الله انتظروني بعد ما تخلص المدة بتاعت العشر ايام، ونشوف ان شاء الله مع بعض هيبقى شكله عامل ازاي. انتظروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني يا جماعة للفسيخ بعد مرور حوالي 15 يوم عليه. انا كنت بقول ده انا هسيبه 10 ايام في الملح وكل يوم هقلبه، بس جت اختي الله يا رب يكرمها ولدت، فطبعا سبته وما كنتش في البيت انا، فهو بقاله يعني تمليح ومدته كله على بعضه حوالي 20 يوم. ان شاء الله هنفتحه كده مع بعض ونشوف حصل ايه في الايه فيه، وان شاء الله كده يا رب يكرمنا ويطلع ان شاء الله احلى فسيخ. هنفتحه كده مع بعض. طبعا انا حطاه يا جماعة في كياس كتير 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 زي ما انا قايله لكم قبل كده، علشان ما يدخلوش اي حشرات. هو ما شاء الله ريحته طالعة جميلة. هنفتحه كده مع بعض. انا هشيل الاكياس كلها وهنرجع ايه ونشوفه مع بعض ان شاء الله. يا جماعة والله لو كانت الريحة تنفع تطلع لكم في الفيديو ما طلعها لكم. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين؟ والسمكة طرية ازاي معانا وجميلة ريحته يا جماعة. شايفين الزيت؟ الزيت ده بيطر السمكة وفي نفس الوقت مادة حافظة للفسيخ، والكركم برضو زي ما قلت لكم مادة حافظة برضو. شايفين يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. ان شاء الله انا هنضف واحدة وهوريها لكم من جوه عاملة ازاي، لان احنا ان شاء الله لازم نتغدى. ان شاء الله انا هنضف واحدة وهوريها لكم من جوه عاملة ازاي. يا جماعة بعد ما فتحت الفسيخ اهو، ما يهمكوش ان هو لونه احمر، احنا في الساعة اللون الاحمر ده مفيش اي فيه مشكلة، وخصوصا ان هو سمك بلدي، وما شاء الله على السمنية اللي كانت في بطنه مليان سمنة من جوه. وان شاء الله كده ايه بالبلدي كده فحلين بصل كده والعيش السخن، وان شاء الله يبقى احلى غدا النهاردة. ويا رب يكون الطريقة عجبتكم، وهي طريقة سهلة مفيش فيها حاجة عشان الناس اللي بتعرفش تعمل الفسيخ. وما تنسونوش بفائض دعائكم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تداوى دائعه.